نتشرف بالحضور الشخصي للسيد الوالي في مراسم افتتاح الأيام الإعلامية للقوات البحرية بمدينة أضرار. اختيار هذه المدينة الطيبة بطيبة أهلها وكرمهم الطائي لتمكين شريحة الطلبة المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا لهذه السنة ومختلف المناسبات من التعرف على شروط التجنيد في القوات البحرية. فيما جاء اختيارنا لهذه كذلك تلبية لرغبة سكان المناطق الداخلية من كل مناسبة جمعتنا بهم من خلال زيارتهم الميدانية لوحداتنا على طول الواجهة البحرية. إنما هي فرصة للوقوف عن كتب عن مدى احترافية مؤسستنا، كفاءة أفرادها وإطاراتها ونافذة على القوات البحرية على وجه الخصوص. جينا المعرض ده باش نشوفوا كيفاش نتكوين في القوات البحرية، وبينا عجبنا المعرض ونشكرهم بزاف. هذا المعرض كان يعني حاجة مليحة، يخليك باش تعرف من القدام بالك تدير هذا السؤال تدير منا تخصصات مليحة يعني، ويعني خلانا حتى إذا ما درس كنت عندك عليهم نظرة منا. جينا اليوم لهذا المعرض باش نشوفوا ونتقفوا روحنا بهاد السلطات البحريه اللي ما عندناش في الصحراء. نشكرهم بزاف 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 على المعلومات اللي عطاوهم لنا. حاجه شابه زعما تعطيك دي شوا، تعطيك باش تعرف واش قدر من القدام ولا ماكش عارف زعما، تعطيك خيارات، تفتح لك خيارات.